عرفت الخبر؟ الأفاتار في كيوشي. الأفاتار في جزيرة كيوشي؟ عمي، استعد للصيد، لن يهرب مني هذه المرة. هل ستأكل هذا؟ سأتركه لوقت لاحق. هاي، نعم، إفطار رائع. إنهم يحتفون بالأفاتار. كتارا، جربي هذا. حسناً، قضمة واحدة. ساكا، ماذا بك؟ كل. لست جائعاً. لكنك دائماً جائع. هو متضايق لأن بعض الفتيات ضربنه بالأمس. لقد فوجئت. نعم، وبعدها ضربنك. المفاجأة لا تحسب. كتفناني بالحبال. سأريهن من أنا. أنا أخاف من الفتيات، إنهن ضعيفات. هذا لذيذ. ما الذي يغضبه هكذا؟ المكان رائع، سنحظى بكثير من المرح. ها، لا تطمئن كثيراً، خطر علينا أن نبقى في مكان لفترة. أنا واثق أننا بخير، كما أني أشعر بسعادة في هذه الجزيرة. إنهم يجددون التمثال على شرفي. حسناً، جيد أن أراك متحمساً لكونك الأفاتار. أرجو ألا يؤثر هذا عليك. لا، أنت تعرفيني جيداً، أنا مجرد معلم بسيط. فخامتك، هؤلاء الأطفال أوقفناهم للتخريب وانتحال الشخصية وتدمير كرومبات البائع. اقطع رؤوسهم، رأس لكل ثمرة. أصمت، وحده الملك يحكم هنا. ما هو حكمك يا سيدي؟ حضروا لهم طعام. ها؟ أهل مدينتي زاد وزنهم من الولائم، لذا أرجو أن تحبوا الدجاج بلا جلود. شكراً، لا آكل اللحم. وماذا عنك؟ أظنك تحب اللحم. هل أنا أتخيل هذا؟ أم هذا الرجل مجنون فعلاً؟ إذن قل لي يا أصلة، من أين أنت؟ أنا من جزيرة الكنغر. جزيرة الكنغر؟ أعرف أنه مكان كثير القفز. ماذا؟ كلامه مضحك. أظن أن كل هذا المزاح أتعبني. أرى أنه وقت النوم. يوجد مسخر هواء معنا، وليس أي مسخر هواء، بل الأفاتار. والآن ما ردك يا سيد ببنباد الأوبسوكوبلس؟ اليوم أحرزنا نصرا آخر على عشيرة النار. أسعدتني نظرة جندي ناري عندما نزل الدوق على رأسه وقاده كالقردة البرية. الآن عشيرة النار تظن أنه لا خوف من بعض الأطفال المختبئين على الشجر، ربما هم محقون، أو ربما ظنهم هذا خاطئ. يا جد، خطبة رائعة. شكراً، بالمناسبة أنا معجب جداً بك أنت وأنك. تسخير رائع ما رأيته اليوم. حسناً، هو رائع، إنه الأفاتار، أنا أحتاج بعض التدريب. الأفاتار، لطيف جداً. شكراً يا جد. أعرف طريقة لتساعدين بها أنت وأنك. للأسف سنغادر هذه الليلة. ساكا، لا تمزح، أحتاجك في مهمة صعبة غداً. أية مهمة؟ ساكا، ما الأمر؟ هل نسيت الغطاء؟ نعم، حسناً.
ساقا، يفترض أن تضع الغطاء على الخيمة، أتعرف؟ لتحمينا من المطر. غالباً أنت محقة، لكننا في موسم الجفاف فلست محقة، كما أن الغطاء يفيد في البرد. ماذا لو أمطرت؟ ولو لم تمطر سيكون الغطاء بلا فائدة. أنت مستفز. كتارا، لما لا تهتمين بجمع الحطب؟ لأن هذه العيدان تدعو للأسف. حسناً، هذا الحطب لا يعجبك. لن أقوم بعملي لو لم تقومي بعملك. حسناً، أحضرت بعض الطعام. ها؟ أين نار المخيم؟ وماذا حدث للخيمة؟ لما لا تسأل الآنسة علامة ملكة الحكمة؟ حقاً، وأنت سيد الكسل، زعيم ال... حسناً، اسمعيني، المشاحنات لا تحل المشاكل، الأفعال تحل لتتبادل الأعمال. مقنع. ليكن. أرأيتما؟ حل الخلاف وعم السلام، كل هذا من مهام الأفاتار. هيا يا مومو، هذا عدل، فأبا يأكل كثيراً. حسناً، الآن الأنباء السيئة، لا يسمح بالطعام في الصدع لأنه يقوم بجذب حيوانات مفترسة وخطرة. لا طعام؟ هذا سخف. هل أنتم أطفال لا تحتملون يوما بلا طعام؟ أتفضلون الجوع أم الموت؟ والآن سنتحرك بعد 10 دقائق، كل الطعام في المعدة أو في القمامة. أبا سيعتني بكم حتى تصلوا إلى هناك. أراك هناك يا صديقي. يب يب. ألم تقل لنا في البداية أن نترك الطعام حتى لا نقابل وحوش الصدع؟ إنهم الجانج، أحضروا طعاماً معهم حتى بعد أن نهاهم المرشد عن هذا. ماذا؟ من لا يحتمل الجوع ليوم فهم أنتم يا جانجن. أرجو أن تسعد، علقنا في الصدع بلا أي مخرج، والفضل في هذا يرجع لكم. اسمع، التعاون هو الحل الوحيد. لن أخطو خطوة بجانب هؤلاء. الآن هناك شيء نتفق عليه. أية أفكار؟ لا تسخير، يجب أن نخرج من الصدع، سنموت هنا. لا أريد أن أكون جزءا من السلسلة الغذائية. أرأيت؟ سوف نؤكل هنا بسببكم يا جانج. طبعا، ألقي اللوم على الجانج كعادتكم دوما. بكل سرور. كفى، أردت أن أساعدكم على التوافق لكن هذا لم ينجح. يجب أن نفترق، الجانجين من هنا أما الجانج فمن هنا، سنسافر في فريقين. ساكا، اذهب مع الجانج، وكتارا، اذهبي مع الجانجين، حاول أن تعرف سبب الخلاف بينهما. إذن لن تضعوا الأغطية؟ إنه موسم الجفاف. نعم، بالضبط. وعموماً نستعمل الغطاء للتدفئة. أخيراً فهمني أحد. تتوقعون المطر؟ لا، لكن لا مانع من الحظر. ها؟ تفضلي خبزاً يا كتارة. إذن أنتم من أحضر طعاماً. بالطبع فعلنا. أتظنين هؤلاء اللصوص لم يهربوا طعام؟ لما يجوع قومي وهؤلاء الجانج المحتالون يشبعون؟ حسناً، لا مانع طالما أن الجميع يفعل. إذن لما تكرهون الجانج لهذه الدرجة؟ تبدين فتاة ذكية يا كتارة، سيمتعك سماع بعض التاريخ. بطل قبيلتنا جين وي.
كان مسخر أرض وكلف بمهمة خطيرة، نقل كرتنا الملكية من البوابة الشرقية إلى البوابة الغربية. الانتقال من الشرق للغرب يعبر عن الشروق والغروب، وكان هذا من مراسم قبيلتنا القديمة. وباقترابه من البوابة، جينوي هاجمه أحد الجانغ، محتال يدعى وي جين، الذي نظر إلى الكرة بجشع. وهذا المحتال وي جين طرح جينوي أرضاً وسرق الكرة الملكية. قبيلتنا لم تنسى ولن تثق مطلقاً في الجانغ. تريد أن تأكل؟ بالتأكيد. أنا أعرف فيما تفكر. نحن عرضنا الجميع للخطر بإحضارنا الطعام هنا. الجانجين لا يحبوننا، وغالباً افترضوا أننا سنحضر طعاماً، فأحضروا طعاماً أيضاً، لهذا أحضرنا طعام. خلافنا مع الجانجين يعود لأكثر من 100 سنة. جدنا وي جين كان مغادراً البوابة الغربية لقريتنا، ورأى شيئاً على مسافة. كان رجلاً من الجانجين، جين وي، ساقطاً على الأرض. وي جين حاول مساعدته. جين وي كان ينقل كرة ملكية، كرة مهمة جداً تستخدم في طقوس خاصة. وي جين حاول مساعدة الرجل، لكن جين وي قال إن الكرة أهم ويجب إعادتها إلى قبيلته. وي جين الطيب أخذ الكرة ليوصلها، ووعد بإرسال مساعدة له في أقرب فرصة. لكن بمرور وي جين من الحدود ليعيد الكرة، قبض عليه. وبدلاً من شكره على طيبته وتفانيه، حكموا عليه 20 عاماً في السجن. نحن الجانغ لن ننسى هذا الظلم أبداً. هذا فظيع. هل ستأكل هذا؟ لطيف أن تكون بقرب نار المخيم. سماع القصص والضحك. لا عليك يا مومو، سنخرج من هنا قريباً، عندها سنأكل كل ما نريد. لا، سأنتظر حتى نخرج. إنها الوحدة أن تكون حكماً. أرجو أن أساعدهم على الوفاق، لكن كأنه مستحيل. عموماً أكبر مشاكلنا هي الخروج. ما أخشاه أن المشكلتين للأسف مرتبطتين. أرجوكم جميعاً، بمجرد أن نخرج من هنا يمكننا أن نأكل. أما الآن يجب أن نتعاون لنخرج من هنا. ربما يمكن للجانغ تسلق الحائط بأظافرهم الطويلة. آسف، نسيت أن الجانجين تعاقب على الأظافر الطويلة بالسجن 20 عاماً. أيها السارق المقزز. أيها الأحمق. كفى، اسمعوني. كم مرة أقول لكم؟ المشاحنات لا تحل المشاكل، الأفعال تحلها. ربما الأفاتار محق. نعم، أظنه محق. المشاحنات لن تحل مشاكلنا، الأفعال تحل. حتى الموت، ليكن هذا آخر النزاع. لا، أسحب كلامي، المشاحنات ليست سيئة. كثيرة.
بالكاد هزمنا واحدا. أعجبهم طعمي وعادوا لي. نعم هم عائدون لي. لا ساكا انتظر، لا أهتم بهذا النزاع الغبي، فقط أريد أن ننجو من هنا. وأنا أيضا فقط تعاطفت معهم لأنهم أطعموني. لم أظن الجانجن يقومون بهذه الأفعال. وأنا لم أحسبكم يا رجال الجانج يعتمد عليكم. اتضح أننا لسنا مختلفين. للأسف لن نعيد كتابة التاريخ. يا لصوص، سرقتم الكرة الملكية من جنوي. وأنتم ظلمتم ويجين وحبستموه 20 عاما. لحظة واحدة، جنوي؟ ويجين؟ أنا أعرفهما. نعم نعم، كلنا نعرف القصة. لا، أعني أنني رأيتهما بالفعل. قد يبدو غريبا لكن عمري 112 سنة. لقد كنت هناك في هذا اليوم بالتحديد. يبدو أن الخلط كثير فيما حدث. أولا، جينوي ووي جين ليس أعداء، كان أخوين توأمين أساسا، وكان في 8. والأهم، كان يلعبان لعبة. الكرة الملكية الأسطورية كانت مجرد كرة، والبوابة الغربية والشرقية كانت المرمى. جين وي كان يجري بالكرة في اتجاه المرمى ووقع. وي جين لم يسرق الكرة بل التقطها وبدأ يجري للمرمى الآخر، لكنه داس على الخط، لذا وضعه الحكم في صندوق الأخطاء. ليس 20 سنة بل 2 دقيقة. لا سرقة ولا سجن لأي أحد، فقط لعبة. تقول إن الكرة الملكية هي مجرد كرة؟ نعم، كرة عادية. وماذا عن الخلاف الأزلي بيننا؟ نعم، هذا اسم اللعبة، أزلي. عندما يدخل أحد الكرة في البوابة الأخرى يصيح الجميع أزلي. عفواً، وي جين كان قذراً قليلاً، وجين وي كان غبياً أحياناً، لكنهما احترما بعضهما بما يكفي، فقد كان يلعبان معاً. أعتقد أن هذا وقت نسيان الماضي والنظر للمستقبل. مرحبا يا آبا، هل افتقدتني؟ لا أعرف كيف أشكرك يا أفاتار. حسنا، تعرف، لا عليك. هيا نسافر إلى عاصمة مملكة الأرض كقبيلة واحدة. خذوني معكم، سئمت هذا المكان. من حظنا أنك تعرف وي جين وجينوي. اعتبره حظاً أو اعتبره كذباً. ماذا؟ لقد اختلقت الأمر. هذا غير معقول، إنه خطأ شديد. والآن أين كعكة البيض؟ أنا جائع.